أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرغبة في العيش بسلام مع إسرائيل، واتهمها بتعطيل تنظيم الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار الرئيس الفلسطيني إلى استمرار إسرائيل في الاعتداء على المناطق المقدسة في مدينة القدس، لافتا إلى اعتزام فلسطين الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لمطالبة إسرائيل بتحمل مسؤولياتها. سيدات والسادة، إننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 93. اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع بسبب خرق إسرائيل المستمر لها، ورغم مطالبتنا لها بإنهاء احتلالها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك وقف كل أعمال الأحادية التي وردت نصاً في أوسلو وقالها الرئيس لي شخصياً رئيس بايدن، الأعمال الأحادية يجب أن تتوقف، واتفاق أوسلو يقول يجب أن تتوقف، وإسرائيل أول من نقض هذا وتقوم بكل الأعمال الأحادية، ونحن لا نقوم بأي عمل واحد، ولا نريد أن نقوم، ولا نريد أن نخترق القوانين، لكن إلى متى سنبقى نحن الملتزمين وحدنا بهذه الاتفاقات؟